إلى التفاصيل. أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية، والذي تضمن تعديلات ومراسيم أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية. ونقل بيان لوزارة العدل عن مدير عام الدائرة كامل أمين هاشم قوله إن العدد تضمن صدور التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، كما تضمن صدور تعليمات تسهيل تنفيذ تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 والصادر بقرار مجلس الوزراء.